لكن انا اولا هنا ده يدل على ايه؟ ان احنا مش بنفهم، ان احنا مش بنقول كلام كده وخلاص. دي طبيعه انسان، هو معودنا على الصدق والصراحه والامانه، واهم حاجه عندنا الايمان، ايمان بالله. انتوا كام عندك كام الاشقاء كام يا استاذه مها؟ ليا اخت وليا اخ. اخت واخ، طيب. لما 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 جه الاسعاف بتقولي والدك كان لسه بين الحياه والموت. هو شاهد على روحه يا استاذ وائل، واحنا بنقرا مصحف.